بلغ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، وذلك عقب أن تغلب على أوراوا ريدز الياباني في مواجهة الدور نصف النهائي التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. الفريق الإنجليزي تمكن من فرض سيطرته الكاملة منذ بداية اللقاء، وشن عدد من الهجمات على مرمى منافسه الياباني مبكرا لإصابة الشباك. وبالرغم من المد الهجومي الكبير لبطل أوروبا، إلا أنه لم ينجح في التسجيل إلا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد عرضية من نونيز. أخطأ مدافع أوراوا ماريوس هويبروتن في إبعادها لتسكن الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف. استمرت السيطرة الإنجليزية في الشوط الثاني، وبحث لاعبو مانشستر في مضاعفة النتيجة في ظل تراجع لاعبي أوراوا لمناطقهم الخلفية، وهو ما تحقق عند الدقيقة 52 عبر كوفاسيتش الذي واجه المرمى لينجح في إضافة الهدف الثاني. تواصل هجوم لاعبي مانشستر الذين لم يركنوا للنتيجة ليتمكنوا من زيادة الغلة بهدف ثالث عند الدقيقة 59، بعد أن استغل برناردو سيلفا تسديدة نونيز المرتدة من الحارس نيشيكاوا ليرسلها أرضية زاحفة باتجاه الشباك، لتنتهي المواجهة بانتصار مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة، ويتأهل لمواجهة فلومينينزي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية 2023 الجمعة المقبلة.